بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الجزء من المحاضرة راح نكمل في الالكترولايت، وراح نحكي عن الكلورايد اللي هو الميجر اكسترا سيلولر انايون. هاي المرة يعني هو اكتر الالكترولايت او الايونات اللي شحنتها سالبة، اللي موجودة بخارج الخلايا بالفلويد الفلويد المختلفة، سواء كانت هاي الفلويد هي بلاد او بلازما او ليمف الى اخره. المهم انه هو اكتر خلينا نحكي ايون شحنته سالبة موجود في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب ايش هي المين فانكشن للكلورايد؟ مينتين ووتر بالانس، نعم بحافظ في او له دخل في الاتزان المائي. ليش؟ لانه دائما يا جماعه بيكون مترافق مع الصوديوم، يعني دائما الصوديوم بالعاده ما بيكون موجود لحاله، بيكون موجود على شكل NaCl، بيكون موجود على شكل NaCl، فبكون السي ال مترافق مع مين؟ مع الصوديوم. الاهميه كتير 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 مهمه للكلورايد كمان انه طبعا بيساعد في تكوين الاستومك اسيد او حمض المعده، تمام، اللي هو بيتكون يا جماعه زي ما بتعرفوا من الاتش سي ال، من الاتش سي ال. كذلك الامر بيساعد في خلينا نحكي الترانسبورت او نقل الكربون دايوكسيد في البلد. طبعا النورمال رينج لا ال هلا بالنسبه للنورمال رينج لا الكلورايد فهو بيكون بين 95 و108. طيب ديس اوردر ممكن تكون زي ما تعودنا هايبوكلوريميا او هايبركلوريميا. طبعا هايبوكلوريميا هايبو انخفاض كلور من الكلورايد، وايميا من انخفاض مستوى في الدم. هايبركلوريميا هايبر زياده كلور من الكلور، وايميا زياده مستوى في الدم. الهايبوكلوريميا يعني انه الصوديوم الكلورايد ينزل لتحت بلو 95 او 96 وحدة، هي ضبطها 95 حتى تكون عنا المعلومة دقيقة. هذا الاشي متى بيصير؟ بالعادة ديكريز انتيك. ايش يعني؟ يعني الواحد ما بياكل اشياء فيها كلورايد كتير. ديكريز ابزوربشن. ايش يعني ديكريز ابزوربشن؟ يعني انه يكون في عنا انخفاض او خلينا نحكي قلة في امتصاص الكلورايد، او استخدام ديوريتكس. استخدام الديوريتكس، ايش هم الديوريتكس؟ يعني مدرات البول، فبتزيد كمية خسارة الكلورايد من الجسم. السيمتومز، واهم اشي في السيمتومز السيزرز اللي هي زي نحكي النوبات، تمام، اللي ممكن تؤدي الى الكوما او الى الغيبوبة. اشطب الارثمية مشان ما تتخربط مع البوتاسيوم. اجيتيشن، يعني الواحد بحس حاله مش مستقر، بحس حاله مضطرب، بحس حاله مش بحالته الطبيعية. بالنسبة للهايبركلوريميا الكلورايد ليفل او كونسنتريشن اتس اباف 106 caused by اشهر الاسباب على الاطلاق dehydration الجفاف. ليش؟ لانه dehydration يعني نقص في كمية الفلويد، نقص في كمية الفلويد يعني بيزيد الصوديوم، واحنا اتفقنا انه الصوديوم دائما بيكون بترافق مع مين؟ الكلور، فبيزيد ال NaCl، فهنا بيزيد. فاذا في dehydration رح يزيد عندنا الكلور، كمان renal failure، كمان الhypernatremia. طلعوا مترافق دائما، مترافق مع مين؟ مترافق دائما مع زيادة الصوديوم. زيادة الصوديوم على طول زيادة ايش في الكلورايد. اهم السيمتومز ميتابوليك اسيدوسيس، نعم ممكن يعمل ميتابوليك اسيدوسيس. هايبر نتريميا طبعا لانه مترافق زي ما حكينا مع الهايبر نتريميا. ديسبينيا يعني صعوبة في التنفس، وإديما تجمعات في السوائل. بالنسبة للإلكترولايت اللي بعد هيك، والإلكترولايت المهم اللي هو الفوسفورس. الفوسفورس يا جماعة الخير هو برايمري أنايون، لكن هالمرة وين؟ في الانتراسيلولار فلويد. يعني هسه صار عنا مين البرايمري أنايون في الاكستراسيلولار الكلورايد، ومين أشهر
او اكتر كميه من الانيون او من الالكترونات اللي شحنتها سالبه اللي موجود عندي انسايد سيل هو مين؟ هو الفوسفورس. الفانكشن صراحه للفوسفورس كتيره، تمام. واحد من هذه الفانكشن سيل ممبرين انتجريتي، وانتوا عارفين انه اصلا السيل ممبرين او البلازما ممبرين بتكون من فوسفوليبيد باي لاير زي ما حكينا اكثر من مره. كذلك الامر ماسل فانكشن، اوكي. النيورولوجيك فانكشن، نعم، بيساعد في نقل السيال العصبي وفي اداء الوظيفه العصبيه في الجسم. اهم وظيفه على الاطلاق انه بدخل في تكوين الاي تي بي اللي هو مركب الطاقه. مركب الطاقه ادينوسين ترايفوسفيت، فيه كم حبه فوسفيت؟ فيه 3 حبات فوسفيت. كذلك الامر بيساعد في عمليه الفاجوسايتوسيس، واللي بيسال شو هي الفاجوسايتوسيس؟ هي عمليه البلعمه. كذلك الامر بيساعد في تكوين البون، بيساعد في تكوين ايش؟ البون. طبعا كذلك الامر بيساعد البليتلس في وظيفتها للصفائح الدمويه. كمان مهم عندي تعرف انه بيساعد في تكوين البون او في تكوين العظام والاسنان. طيب النورمال رينج بين 2.5 and 4.5 ملي جرام بير ديسيليتر. انخفاضه عن الاثنين ونص رح يعمل لي هايبو فوسفيتيميا. هايبو انخفاض، فوسفو من الفوسفورس، وايميا انخفاض مستوى في الدم. ميجر كوز ريسبيراتوري الكالوسيس، نعم. مال ابزوربشن او ان او خلينا نحكي سوء الامتصاص. في عندنا واحد من اشهر الاسباب اللي هو الباراثايرويد هرمون، الليفيتد اوف باراثايرويد هرمون. شو قصه الباراثايرويد هرمون؟ راح نحاول نفهم مع بعض انا وياكم قصه الباراثايرويد هرمون او اللي بنسميه بي تي اتش. البي تي اتش هو هرمون جارات الدرقيه، اختصار طبعا بارا ثايرويد هرمون. ثايرويد يعني الغدة الدرقية، باراثايرويد يعني الهرمون اللي بيطلع من الغدة جارات الدرقية. هذا الهرمون له وظيفة أساسية. شو هي وظيفته الأساسية؟ كنترول كالسيوم اند فوسفورس ليفل، يعني بتحكم بمستوى الكالسيوم والفوسفورس في الدم، زي كيف الالدستيرون ما بتحكم بمستوى الصوديوم والبوتاسيوم. فالبي تي اتش او الباراثايرويد هرمون بتحكم بمستوى الكالسيوم والفوسفورس. العلاقه طرديه دائما بينه وبين الكالسيوم، بينما عكسيه بينه وبين الفوسفورس. يعني لما بزيد البي تي اتش بزيد الكالسيوم كونسنتريشن في الدم، بينما لما بقل البي تي اتش بقل الكالسيوم. لما بزيد البي تي اتش بنزل الفوسفورس. فالكالسيوم والفوسفورس عكس بعض، انتيدوت لبعضهم البعض، زي كيف الصوديوم والبوتاسيوم اذا ارتفع واحد بنزل الثاني، كذلك الامر بالنسبه للكالسيوم والفوسفورس. اذا ارتفع واحد الثاني على طول بيصير له ديكريز. طيب كيف البي تي اتش بزيد من تركيز الكالسيوم؟ نرجع له لما بحكي عن الكالسيوم. انا المهم افهم لي في هاللحظه انه البي تي اتش علاقته عكسية مع الفوسفورس، فإذا صار في عندي زيادة في الباراثايرويد هرمون أكيد رح ينزل عندي مين؟ الفوسفورس، ورح يصير عندي هايبوفوسفيتيميا. طيب من أهم السيمتومز ماسل ويكنس، نعم، ضعف في العضلات. في عنا هايبوتنشن، مهم عندي انه هو انفكشن ريسك بتزيد، بتزيد القدرة على ايش؟ على حدوث الريسك الانفكشنز، لانه زي ما حكينا الفوسفورس له دخل في الفاجوسايت او عملية البلعمة اللي بتقوم فيها بعض الخلايا. كذلك الامر عندي هايبوتنشن، ديكريز كارديك اوتبوت، يعني انخفاض خلينا نحكي كمية الدم اللي بتطلع من القلب او في ضعف في نبض القلب. بينما في الهايبرفوسفيتيميا المستوى او الليفل اباف 4.5 اباف 4.5 الميجر كوز اما في عندي مشكله في الكدني او في عندي هايبو باراثايروديزم. شو يعني هايبو باراثايروديزم؟ يعني انخفاض في البي تي اتش. فاحنا اتفقنا ان العلاقه عكسيه، اذا نزل البي تي اتش بده يطلع او بده ترتفع الفوسفورس، والعكس بالعكس. كذلك الامر انكريز ديرتي انتيك، يعني واحد عم بياكل شغلات فيها كميات كبيره من الفوسفورس. من اهم الاعراض في عندنا كارديك ريجوليتوري، في مشكله في نبضات القلب، هايبر فليكسيميا، او في عندنا خلينا نحكي انقباضات في العضلات ومشاكل فيها وتشنجات عضليه.
eating poorly نعم بتعمل loss of appetite أو نقصان في الشهية، زيادة الفوسفورس عن الحد الطبيعي. طيب نيجي نحكي هلا على الكالسيوم. بالنسبة يا جماعة للكالسيوم، فالكالسيوم واحد طبعا من الميجر إليمنتس ومن أهم الإليمنتس في الجسم ومن أهم الإلكترولايت. 99% من الكالسيوم بتنوجد بشكل طبيعي في البونز، فقط 1% بتكون عندنا موجودة في السيرم أو بتكون موجودة يعني في الدم. تمام، أهم الوظائف أو الفورميشن للكالسيوم زي ما بتعرفوا اللي هو formation of bone and teeth، بالإضافة طبعا للفوسفورس. كذلك الأمر الكالسيوم له كتير دور في عملية الممبرينز بريمابيليتي أو خلينا نحكي في نفادية البلازما ممبرين. كذلك الامر بيأثر على انقباضات القلب ايضا، انه انتم بتعرفوا انه الكالسيوم مهم لانقباض العضلات كمان. كذلك الامر ويمكن واحدة من الوظائف اللي ناس مش كتير بتعرفها، انه واحد من الكواجليشن فاكتور او من عناصر التجلط هو الكالسيوم، هو الفاكتور رقم 4. بالمناسبة النورمال رينج بين 8.5 و10.5. نقص الكالسيوم عن الحد الطبيعي بنسميه هايبوكالسيميا. بس نقطة صغيرة نرجع لها، انه مين بتحكم بالكالسيوم؟ هو هرمون ايش؟ هرمون البي تي اتش. حكينا علاقته هون بتكون ايش مالها يا جماعة؟ علاقة طردية، كل ما زاد البي تي اتش بزيد الكالسيوم. طبعا كيف البي تي اتش بزيد مستوى الكالسيوم في الدم؟ بزيد من الابزوربشن، يعني بحكي للانتستين لو سمحتي زيدينا من عمليات امتصاص او امتصاص الكالسيوم، وبحكي للكدني زيدي من عمليات اعادة الامتصاص، ري ابزوربشن اعادة الامتصاص. مين اللي بيقوم باعادة الامتصاص؟ هو الكدني. وبحكي للبون لو سمحتي صيري اتحللي وزيدي لي من كمية الكالسيوم في الدم. طيب نيجي على الهايبوكالسيميا او نزول مستوى الكالسيوم عن الحد الطبيعي. اهم الاسباب انه الواحد ما بياكل اشياء فيها كالسيوم، او انه عنده سوء امتصاص من الكالسيوم. ايضا البنكرياتايتس او التهاب البنكرياس ممكن يؤدي الى نقص الكالسيوم. كذلك الامر يا جماعة اذا انا كان في عندي مشكلة في الباراثايرويد، ليش؟ لان الباراثايرويد هي المسؤولة عن افراز البي تي اتش، فاذا ما انفرز البي تي اتش هذا الاشي راح يؤدي الى ديكريز في مستوى الكالسيوم. كذلك الامر لو مغنيسيوم ليفل، نعم المغنيسيوم والكالسيوم مش عكس بعض، بترافقوا مع بعض، بيرتفعوا سوا وبينزلوا سوا. طيب اهم السيمتومز اللي بتترافق مع نقص الكالسيوم هي طبعا يا جماعه الفراكشر، انه بصير الانسان سهل انه ينكسر، سهل انه ايش؟ سهل انه ينكسر أو حتى عظامه او حتى اسنانه. كمان كونفيجن، اضطراب الريتابيليتي او خلينا نحكي عدم ارتياح، احيانا دياريا اسهال. بينما في حالة الهايبركالسيميا بزيد المستوى تقريبا عن 10 أو عن 10.5. بيكون في عندي 2 major cause، إما يكون في عندي كانسر في البول فهذا الشيء أدى إلى أنه تتكسر بعض الخلايا من خلايا العظم وتفرز الكالسيوم اللي فيها في الدم، فهذا يؤدي إلى الارتفاع مستوى في الدم. أو هايبرباراثايروديزم يعني انكريز في مستوى البي تي اتش، طبعا هون بيكون زيادة مرضية، يعني في شيء معين خلى هذا الهرمون يزيد فطبعا زادت مستوى الكالسيوم. أهم السيمتومز خلينا نحكي اللي بتترافق مع زيادة الكالسيوم على الحد الطبيعي، في عنا ماسل ويكنس. شوفوا ماسل ويكنس في الجهتين مع الزيادة ومع النقص. في عنا رينال كانيكيولا، يمكن هو أهم واحد في السيمتومز اللي هو تكون حصى الكلى. وليش؟ لأنه يا جماعة أغلب حصى الكلى مكوناتها أو بدخل في تكوينها الكالسيوم، فزيادته عن الحد الطبيعي بصير الجسم بده يتخلص منه، فبخلص منه على شكل خلينا نحكي حصى مع البول. وطبعا بتعرفوا مشاكل اللي بتعملها حصى الكلى. بريديكارديا اند كارديك اريست، بطء في نبضات القلب قد يؤدي الى وقف في عضله القلب لا سمح الله اذا انخفض مستوى الكالسيوم كثير عن الحد الطبيعي.
سادس الكترولايت معانا، الكترولايت مهم ويمكن مر عليك في اكثر من مكان، اللي هو يا جماعه الايرون. والايرون مهم جدا 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 بالنسبه للهيومن، بالنسبه للاورجانيزم كليتها بشكل عام، وبالنسبه حتى وهو من اكثر خلينا نحكي العناصر الموجوده اصلا على سطح الارض. الايرون من اهم الفانكشن تبعته اللي هي طبعا اوكسجينيت اور بلاد، بيساعد الهيموجلوبين في القيام بوظيفته بحمل الاكسجين، وخلينا نحكي بخلي الهيموجلوبين يشتغل بكفاءة عالية، بخلي الاكسجين يشتغل بكفاءة عالية. كذلك الامر بيساعد الاميون سيستم في القيام بوظيفته بشكل طبيعي. كذلك الامر الايرون لما بيكون انا في عندي كمية اكسجين منيحة، لما بيكون في عندي كمية اكسجين كويسة، لما بكون في عندي كمية أكسجين كويسة، فهذا الإشي بحسن من خلينا نحكي من قدرات الإنسان ومن قدرته حتى على القيام بوظائف اليومي، بحسن عنده الميموري، بحسن عنده الليرنينج، بحسن الوظائف العقلية بشكل عام. الأيرون طبعا موجود في أشياء كثير كغذاء، موجود في البيف، عارفين شو البيف؟ لحم الأبقار يعني، في التشيكن، في الدجاج، في التركي اللي هو الحبش، في البينز اللي هي الحبوب مثل العدس يعني، الدارك جرين ليفي فيجيتابلز او باختصار الخضروات الورقية الخضراء زي السبانخ، زي الجرجير، زي البقدونس، كل هاي الشغلات يا جماعة مليانة بالايرون. النسبة الطبيعية للايرون بتكون بين 60 و 170، طبعا انا هون عم بحكي عن مستوى الايرون. هلا هذا النورمال رينج بيختلف حسب، ممكن حسب الدولة او حسب الكيت يعني، بس هيك يعني تقريبا بشكل عام او بهاي الوحدة. نقص الايرون عن الحد الطبيعي، نقص الايرون عن الحد الطبيعي بيعمل لي ايرون ديفيشنسي انيميا، زي ما انتم عارفين نوع من انواع، اشهر نوع قد يكون من انواع الانيميا هو الايرون ديفيشنسي انيميا. طبعا اشهر الاسباب على الاطلاق للايرون ديفيشنسي انيميا انه الواحد ما بياكل اشياء فيها حديد، او بيكون في عندنا فيميل عندها خلينا نحكي المنسترال سايكل او الدوره الشهريه غزيره، او في حاله الحمل. طبعا انتم عارفين انه في حاله الحمل اصلا هم بيعطوا الايرون سبلمنت للمراه الحامل، يعني بيعطوها تاخذ مكملات غذائيه من الحديد. انترنال بليدنج، مرات الواحد بيكون في عنده نزيف داخلي وهو ما بيعرف عنه، زي مثلا قرحة في المعدة، تقرحات في القولون إلى آخره. في عنا أو البواسير، inability to absorb iron، مرات بتكون مشكلة مش إنه الواحد ما بيأكل أشياء فيها أو عنده خسارة من الآيرون، لا، تكون مشكلة سوء امتصاص، ويمكن من أشهر 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 أنواع المشاكل. طبعا السيمتومز بتترافق مع الأنيميا بشكل عام، اللي هي فتيك، تعب، ويكنس، تعب عام، عياء، هيدك، صداع شديد، ديزينس، دوخة، شورتنس اوف بريث، الواحد بيجي يطلع الدرج بحس كأنه أبصر كأنه طالع جبل مش نتف الدرج. في إن صراحة عرض مميز بيكون مع الأيرون ديفيشنسي أنيميا بنسميه بيسا. شو بنسميه؟ بيسا، بيسا بي، اكتب عندك اي سي اي. ايش يعني بيسا؟ يعني بصير الواحد يحب ياكل اشياء غريبه زي الثلجه اللي بتكون داخل العصير. على فكره الولد الصغير اللي بحب ياكل الثلج جوات العصير، هذا الولد لازم ينفحص له حديد. كمان الاولاد الصغار اللي بياكلوا اشياء غريبه، شو يعني اشياء غريبه؟ يعني بياكل طين او تراب، بحب ياكل مثلا ايش احكي لكم، من الحيط، بحب ياكل تراب، بحب ياكل شيء من الارض، هذا الولد لازم تفحص له حديد، لانه هذا الولد ممكن يكون عنده هاي ظاهره البيسا. كمان الناس اللي عندها نقص حديد او ايرون ديفشنسي يعني دائما ايديها ورجليها باردين، حتى بالصيف بيكونوا ايديهم ورجليهم باردين. هذا بالنسبه لانخفاض الايرون. طيب زياده الايرون بنسميها هيموكروميتس، نتيجه طبعا بسموها اللي هي ايرون اوفرلود، يعني تراكم الايرون في الجسم. من اهم الاسباب امراض في الليفر او امراض الليفر بشكل عام، او واحد عم بياخد كتير بلد ترانسفيوجن، او كتير عم ننقل له دم لاي سبب من الاسباب، مثل مرضى التلاسيميا، على الرغم من انهم هم يعني
الهيموجلوبين عندهم واطي، لكن الايرون دائما عندهم عالي، لانهم هم مش مشكلتهم نقص حديد، هم مشكلتهم خلل جيني في الهيموجلوبين. ولازم احنا نضل ننقل لهم دم، بس لما بننقل الدم، الدم هذا بيكون بيحتوي على كميات كبيره من الحديد، فدائما بيصير عندهم هيماتوكروميتس. من اشهر السيمتومز اللي اشهر يعني تو سيمتومز تترافق مع زياده الحديد هي النيكليكز او النيكليكز اللي هي ايش، الام في في المفاصل. كمان الجلد الانسان بتحس انه صار على لون جراي او برونز، زي لون برونزي او لا زي لون خلينا نحكي السيلفر او لون الجراي. بين ان يور بيلي ايش يعني؟ يعني بيكون في الم في منطقة السرة، لذلك الامر في بيكون عندنا احساس يعني عاد تقريبا بالتعب، لكن هو اشهر عرضين هم الاول والرابع، ركزوا لي عليهم. وهيك بنكون خلصنا من الشابتر الثاني، وخلص هذا الجزء من المحاضرة. يعطيكم العافية.